يا هلا والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ رجعت لكم باستعراض فيديو جديد زي ما طلب احد الاخوان، اللي هي فيديو كليب اللي هي لمبة طافية هواوي ودكتور سليم. واللي عنده اقتراحات في التعليقات او على سنابي الله يحييكم في اي مكان وفي كل مكان. طبعا دكتور سليم من اوائل الناس اللي سمعت لهم بعد ما وقفت اسمع راب. كنت اسمع راب 2008 2009 زي كذا، ماني فاكر بالضبط، بس يعني هي قبل 2010 كنت اسمع على خفيف، يعني مو مره. ناس المبدعين ومالوا في اي مشاكل ولا اي حاجه كذا، ماشي في حاله. نشوف ايش عنده هو واوي نبدا. طبعا الجو مره حار. طبعا الفيديو بداية يغلب عليه اللون الداكن، ما في الوان كثير، متناسق مع بعض. الابيض والاسود يدوا فخامة، وغير كذا يدوا وضوح، جودة ودقة عالية والاشياء الجميلة هذه. الدنيا ثانية، الحسنة بطاعة والطاعة كافية، انت وش تبي غير بس صحة وعافية، اهلك حولك صداقة وافية، تشكيل همومك النية صافية، يمر يومك الضحكة طاغية، ما حد يغتابك نفوسنا راضية. راح الدق طرب الدق. الهم جوك علي الموزون بقافية، مشايل هم وسادة دافية، حركة جيدة هذه، سبت عميق لمبة طافية. بس في شيء انتبهت له، انه مانع الاهتزاز في استعملوه وقت ما منتجوا، ما سووا الفيديو، يعني مو هم يصوروا كان في اهتزاز وقت المنتجة، استعملوا نفس البرنامج، الخاصية هذه في نفس البرنامج استعملوا، فباين ال دكتور سليم طبعا يحب بالانجليزي، حتى لما كنت اتفرج في بداياته اغنيه الثانيه او الثالثه او ايوه كانت كلها اغلبها انجليزي، فهو يحب الانجليزي يعني. مكان جيد والله، مناسب على وينتهي يومك وهالحياة فانية، بس حابة أسف وأقول لك على سر. طبعا في ناس ينتقدوه مثلا، يقول لك ليش هذا يغني بالإنجليزي وإحنا عرب، هو يمكن بيوصل الرسالة ذي للناس اللي يعني لفئة خاصة، مو شرط إنه يوصلها للناس كلها. تقدر تعيش هذا يعني اللي راح كله كان تخيلات ولا يعني حلم، دحين الحقيقة يعني أرض هذا الواقع يعني. إذا ما نمت انت بسلاحك يجي خو من خلفك غدار، هنا إذا ما هنت انت انهان، هنا إذا ما خنت انت انخان، هنا انت بعالم ثاني مو فاهم بس ذك وحمار، هنا تتكلم تتكلبش وإذا دافعت يسو حصار، هنا غنى هنا فقر هنا حكمة هنا تفرق الأقدار، هنا عربي هنا مسلم بس بناظرهم كفار، هنا واوي هنا انتو الرب واحد ما فينا كبار. جيدة حركة اللمبات. ما في حتى الان يعني ما في تكرار، الفيديو كليب جيد متعوب عليه يعني، الكلمات كويسه، انا ما حقدر اتكلم لانه مو اختصاص الراب، لكن الكلمات كويسه يعني والموضوع كله جيد، فنكمل. جميل. لا والله هنا غنى هنا فقر
لمبه طافيه. جميل والله الفيديو جميل. في تفاصيل حلوه, في تجهيز للمكان, طبعا هذه من اصعب الاشياء. جميل الفيديو, بالتوفيق لهم الاثنين. وبس هذا اللي كان عندنا, ان شاء الله يكون عجبكم. واي شيء زي ما قلت لكم في الكومنتات او على السناب. والله حييكم, قناتنا زي ما قلت واقول دائما ما يطلبه المشاهدون. والله حييكم, نشوفكم في فيديو ثاني, والسلام عليكم.